يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز التجاوب مع القرآن مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية فأقول أنا بلى، وهكذا مع باقي الآيات؟ ما في معنى تصديق، هذا تصديق للقرآن، هذا تصديق للقرآن، لكن المداومة على هذا تحتاج إلى دليل، أما إذا قال بعض الأحيان ما في معنى. نعم.